يبحث مجلس الأمن بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء قضية المفقودين الكويتيين ورعاية الدول الأخرى والممتلكات الكويتية المسروقة إبان فترة الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، بالإضافة إلى الانتخابات المقبلة والوضع الأمني في العراق. وخلال الجلسة ستطلع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس أعضاء المجلس على آخر التطورات في قضية المفقودين من المواطنين الكويتيين والممتلكات الكويتية التي تم الاستيلاء عليها خلال الغزو العراقي، ومن بينها الأرشيف الوطني الكويتي. Yeah.